عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعاتي الغاليات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية يا رب. الاقتراح ديالنا ديال هذا النهار أو الوصفة ديالنا فطائر أو لساندويتشات بعجين تاكوس أو لا شاورما، كيجيو أكثر من رائعين. عجين رائع البنات، أنا متأكدة بأنه غادي يعجبكم، وحشوة أروع بدون صلصات. يعني كتعرفوا بأن ملي كنصيبوا بحال هاد الساندويتشات أو لا الفطائر ديال التاكوس اولا ديال الشاورما، ضروري ما كيكونوا عندنا لي صوص حاضرين. ولكن في هذه الوصفه ان شاء الله غادي تاخذوا ساندويتشات بدون صلصات، صحيين بامتياز. غادي نوريهم لكم من الداخل كيفاش دايرين. كيجيو على هذا الشكل، شوفوا معايا كيفاش دايرين، حشوه رائعه وصحيه بامتياز وعجين اروع. يلا نبداو على بركه الله في الطريقه والمراحل ديال تحضير هذا الاقتراح اللي غادي يعجبكم، انا متاكده بانه غادي يعجبكم. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ومن التعليقات ديالكم المحفزه لاعطاء المزيد. بسم الله على بركه الله. المكونات اللي غادي نحتاجو الحشوه ديال هذا التاكوس، هذا عندي هنايا بصله مقطعه مكعبات صغيره، هذه البصله الخضريه درتها حتى بهاد الوريقات ديالها، وعندي هنايا فلفله الوان مقطعه اللي توفر لكم في الفلفله، عندي شويه من الخضره شويه من الحمراء وشويه من الصفراء، وعندي هنا ضريس ديال الثومه، الا توفرت لكم الثوم بودره نديروها كيكون احسن. وبالنسبه للفلفله من الاحسن ديروا هاد الفلفله اللي كتكون الوان، ما تغلبوش الفلفله الخضراء في الحشوات بصفه عامه، ما تكثروش من الفلفله الخضراء. وهنا عندي جوج جزرات اولا جوج خزويات محكوكين اولا مبشورين بشكل طولي بحال هكا، وعندي هنايا جوج كورجيتات اولا القرع الاخضر او الكوسه حتى هي محكوكه بشكل طولي، وعندي هنا تقريبا ما بين 400 حتى 500 غرام ديال الكفته بدون توابل، وعندي هنايا العطريه اولا التتبيله اللي غنديروا ليه، عندي هنايا تحميره شويه ديال السودانيه اولا الشطه شويه ديال الابزار والراس المعلقه ديال القرفه، وعندي جوج وريقات ديال الرند اولا ديال سيدنا موسى، وهنايا عندي خليط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، وبطبيعه الحال غادي نحتاجو حتى الملحه. اول حاجه غادي نبداو بها غادي ندير المقله ديالي غادي تسخن، نتوما يعني مباشره كديروا المقله كتسخن كديروا فيها البصله والفلفل الالوان، وغادي تبداو تشحروا فيهم مع شويه ديال الملحه وهذه الكميه ديال الزيت، غادي نشحرهم حتى غادي يدبالوا شويه ونرجع غادي نحك هذا الضريس ديال الثوم. هنا فاش كنشوف هاد البصله مع الفلفله نزلو غادي نضيف عاد التوابل. كيف قلت البنات الى عندكم ثوم بودره ممكن انكم ديروها، انا ما توفرتش ليا. ومباشره غادي نضيف الجزر، كنقلب باش يتلبس حتى هويا بهاد العطريه، وهنايا غادي نضيفو هاد الكورجيت اولا القرع الاخضر اولا الكوسه، وغادي نخلي المكونات مع بعضياتهم حتى كينزلو او كيتشحروا مزيان ينزلو ونرجع. فاش نزلات هاد الخضر هادي حاولوا انها تبقى كيف كنقولوا قابطه في راسها بحال هكا، عاد غادي نضيف الكفته. بسم الله ديروا اللي توفر لكم البنات، ماشي شرط انكم ديروا الكفته، ممكن انكم ديروا قطع ديك الرومي اولا ديال الدجاج، غير هما كتشحروهم مباشره يعني من مر البصله ماشي بحال الكفته دغيا كطيب. غادي نفتتها بهذه الطريقه هادي، وغادي نبدا نقلب في هذه الكفته حتى غادي تندمج مع هذا الخضر هذا. غادي نضيف واحد شويه ديال الكمون، ما درتوش من الاول باش هكا ما يتحرقش، غير واحد الطريقه ديال الكمون، ونبقى نقلب فيها حتى غادي تندمج مع هذه المكونات هذو، ونرجع نشوفوا الاضافه اللي ممكن نضيف. فاش كنديروا الكفته كنحاولوا اننا نجهدوا شويه النار باش هكا ما طلقش لينا الماء بزاف، وهنا غادي نضيف شويه ديال الهريسه كتبقى اختياريه، غير هي كتلبد لينا هاد الحشوه. كيف ما يمكن لكم ديروا زيتون مقطع، ولكن ديروها البنات مقطع رقيق كيف سبق لي خدمت معكم يعني بالقراده،
ممكن ديال القزبر او ديك الهشوه هكا كيكون احسن. وهنا غادي نضيف شويه ديال صلصه الصوجه، انا كنضيفها في المعلقه لانها كتكب لي شويه بزايد. وكيف قلت غادي نعليو النار باش ما يكونش عندنا الماء في هذه الحشوه هذه. مزيان. اخر مرحله غادي نحط واحد الحكه ديال الزعتر، صافي ها الحشوه ديالنا واجده، حاولوا انها تنشف مزيان. وهنايا كيبدات واحد الحكه ديال الزعتر كتعطي واحد المذاق زوين، كنخليوه باخر مرحله. الا بغيتوا ديروا واحد الحكه عاود ديال الفرماج اولا واحد كيف كنقولوا واحد كميشه ديال الفرماج ممكن تستغناو عليها، انا ما غاديش نديرها وغادي نشوفوا معايا اشنو غادي ندير. كيف ما يمكن لكم ديروا واحد جوج ديال القطع ديال الجبن المثلث ممكن تستغناو عليه، ولكن الا درتوا الجبن المثلث ديروه في هذه المرحله اللي كيكون هذا الحشو هذا سخون. صافي صافي الحشوه ديالنا ها هي واجده، ما بقى لينا الا نعمروا الخبز ديال الطاكوس اولا ديال الشاورما. غادي تشوفوا معايا مقطع صغير اولا مراحل بسيطه من هذا الخبز هذا اولا من تحضير هذا الخبز، لانني فايته مشاركه معكم. غتلقاو ان شاء الله الرابط ديالو في صندوق الوصف، غير بما انني غادي نصايبو غادي نوريكم منه بعض المراحل البنات. الاخوات شفتوني فاش ضفت علبه ديال يوغورت طبيعي. بالنسبه للعجين ديال هذا الطاكوس اولا ديال الخبز تورتيلا غتلقاو الرابط ديالو مضبوط في صندوق الوصف بشرح مفصل. هنا راه حتى بديت كنعجن وقلت ما فيها، بس نعاود نذكركم البنات كتشوفوا البول انني يلا عجنت فيه البطبوط يعني مباشره ديال العجانه، مباشره غادي نعجن حتى هذا الخبز ديال التورتيلا. نص كيلو ديال الدقيق خاص بالحلويات نوعيه جيده، جوج معالق كبار ديال الزبده تكون بوماد خارجه من قبل من الثلاجه، واخا تكون ديال العلب يعني نباتيه ما ديروش المارغرين. عندي معلقه ديال الخميره فوريه اولا الخميره معجونه، وشويه ديال الملحه بطبيعه الحال القياس اللي غيملح لينا، شويه ديال السكر يعني معلقه صغيره ديال السكر. وهنايا غادي نعجن بالحليب دافي. كيف قلت باش ما نطولش المراحل، الوصفه بالتفصيل وبالتدقيق غتلقاوها ان شاء الله في صندوق الوصف، والعجين ناجح بشهاده الاخوات اللي جربوه. ها هو البنات بعد ما طاب شوفوا معايا كيفاش داير، اروع عجين ممكن انكم تعتمدوه. كيف كنقول بحال الشحمه، شوف نتمنه يكون تيبان لكم. شوفوا كيفاش داير البنات، يعني عجين رائع ديال الطاكوس او لا ديال خبز الطاكوس او الشاورما متعدد الاستعمالات. هذا الخبز العربي وضفوه كيف ما بغيتوا. باش ما نطولش المراحل بغيتكم ترجعوا الوصفه ان شاء الله باش تستافدوا منها. ها هو يا واجد، وضروري فين ما كنخبزوا اي وحده كنغطيوها بحال هكا بالمنديل باش كتبقى طريه ورطبه، وندوزوا نعمرهم مع بعضياتنا. هنا كنجيب الخبيزه ديالي ديال الطاكوس اولا ديال الشاورما متعدد الاستعمال البنات. هذا العجين اكثر من رائع كناكد عليه. الاخوات اللي باقي ما جربوش يجربوه. كنقسمها على جوج بحال هكا، ودائما العجين ديال هذا الطاكوس اولا ديال الشاورما كيبغي يبقى مغطي باش كيكون طري. كنقسمهم على جوج وها هما يا عندي انصاف بحال هكا، نتمنى يكونوا تيبانو. وهنا عندي شويه ديال الدقيق مخلط بالماء باش نبداو نشكلوا هاد الساندويتشات هادو لله. وكنجيب هذا الطرف هذا كنجيبو لهنا، وهذا الطرف كنقلبو هنا على هاد الشكل بحال هكا. هذا الدقيق هذا درتو باش نخلط به اولا باش نجمع به هاد القنيته على هاد الشكل، وكنحط كيجيونا على هذا الشكل على شكل بزيطيم. شوفوا معايا يعني كتكون بحال هكا. غادي نحطها على جنب بنفس الطريقه. غادي نجيب طرف اخر، غادي نجيبو هذا هنا بحال كنديرو مثلث. شوفوا معايا بحال هكا، هاد القنيته هنايا وهاد القنيته هنا، وهذا كنجيبوه حتى هو لهنايا. هنايا كناخذ شويه ديال الدقيق وكنسد به اولا كنسودي به كيف كنقولوا على هذا الشكل.
صافي ها هو عندي بحال الجيب على هذا الشكل، وكنحط نعاود وحده اخرى مثلث بحال هكا، وكنجيب هذا الطرف هنا شويه ديال الدقيق مخلط مع الماء صافي، وكنسد كنضغط عليها غادي كيف كنقولوا غادي تشد منين غادي نديروها في البريصه اولا فاش ما درناها اولا ممكن نديروهم حتى في المقله ثقيله. شوف معايا كيكون عندنا جايب بحال هكا صافي غادي نجيبوا الحشوه ديالنا. هنايا غادي ندوزو باش نعمرو هاد الساندويتشات اولا هاد الجويبات هادو بحال هكا. عندي هنايا الفرماج ديال الساندويتش ممكن تستغناو عليه، غادي نقسمو غير على جوج بحال هكا، كيف ما ممكن انكم ديروها كامله غادي نوريكم. بحال هكا كندير هاد الطريف هنا في الوسط، الطريف كيكفي، وكنبدا نوزع الحشوه ديالي. حاولوا انكم تدخلوا شويه وما تخرجوش ليها الحشوه حتى لبرا، يعني حتى هنايا الفميمه ديالها، غير وزعوها هنايا في الداخل. ممكن ديروا شويه ديال الخس، انا هاد شويه اللي توفر ليا طريفات ديال الخس بحال هكا، وكتحطوا يعني ما تعمروهاش بزاف بنفس الطريقه. غادي نعاودوا واحده اخرى بحال هكا، غادي نوريكم الا بغيتوا ديروا قطعه كامله ديال الجبن كيفاش تحطوه، لانه ما كيتحطش مقاد حلفات لا بغات تدخل. ها هي، وكنحط الحشوه كنوزع طريف ديال الخس. انا كيعجبني الخس ممكن تستغناو عليه بحال هكا، غير شويه وكنحط. حاولوا الخس انه يدخل ما يبقاش باين، لانه غادي نضغطوا عليه بالبريسه اولا فاش كنديروه في السخونيه. وهنايا الا بغيتو ديرو طريف كامل ديال هاد الفرماج ديال الساندويتش غتحطوها بهذا الشكل هذا، حاولوا انكم تدخلوها بهذا الشكل على الشكل ديال المثلث النيت بهذه الطريقه هذه. كديروا الحشوه كيجيو فطائر اولا ساندويتشات رائعين البنات، نغيروا بهم فعلا، والعجين اروع ان شاء الله، اعتمدوه كيف ما بغيتو. شويه ديال الخس انا غادي ندخلها هنايا بالداخل، طريف ديال الفرماج باش ما يتحرقش اولا باش ما كيذوبش صافي، وغادي نحطهم على جنب. انا بديت غادي نكمل بنفس الطريقه، شوفوا معي انا بديت فواحد الوقت قصير كنصايبوا كميه ما شاء الله من هاد الفطائر هادو، كيجيو لذادين والطريقه ديالهم ان شاء الله غادي تعجبكم بشكل مغاير. البيض ما نكملهم نتلاقاو نشوفوا الطريقه ديال الطياب ديالهم ان شاء الله. وهنايا درت هاد الاله ديال بانيني كتسخن على هاد الشكل، والفطائر ديالنا هما هادو. غادي ناخذ واحد شويه ديال زيت نباتيه غير بالشيته بحال هكا، وكندهن هاد الفطائر ديالنا اولا هاد الساندويتشات كيجيو على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الساندويتشات ما كيحتاجوا لا صلصات لا والو، ما كنديروا لا صوص الجيريان لا صلصه تاكوس ولا يعني كاع لي صوص ولا حتى المايونيز ما كنديروهم. شويه ديال زيت نباتيه وكنحط، حاولوا انكم ما تخرجوش الخس لبرا هكا الا بغيتوا بقى اللون ديالو طري على هذا الشكل، غير واحد الدهنه خفيفه. العجينه البنات كنقولها ونعاودها اكثر من رائع وكيستحق التجربه. شوفوا معايا كيفاش دايرين هاد الساندويتشات، نغيروا بهم ان شاء الله في المائده الرمضانيه ديالنا صافي. وغادي نضغط عليها وكنخليهم كيف كتعرفوا حتى كيتبريساو، كتعرفوا ماشي ضروري البنات ان تكون عندنا الاله، ممكن ديروها غير في المقله ثقيله ديال الوجده، ديروه بحال هكايا وقلبوه من جهات الوليدات. شوفوا معايا انا راني بديت هنايا كنطيب، يعني طيبت واحد الحبات، شوفوا اللون ديالهم كيفاش كيكون صافي. كنبقاو غير يعني غير كنحسو بهم طابو وكنحيدوهم على هذا الشكل. غادي نبقى غدا بنفس الطريقه حتى غادي نسالي هذه الكميه اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالهم، كيجيو محمرين على هذا الشكل.
وهذا هو الشكل النهائي ديال السندويتشات اولا الفطائر ديالنا بعجين التاكوس اولا الشاورما. فعلا تيجي اكثر من رائع وكيجي ناشف صحي، انا متاكده بانه غادي يعجبكم، فعلا كيستحق التجربه. وبالنسبه للاخوات اللي غيسولوني بالنسبه للعجين واش ممكن نحتفظوا به، ممكن تحتفظوا به اليوم الثاني هكا كيبقى طري، ولكن شرط انكم تكونوا كيف كنقولوا جامعينه مزيان، ديري ليه السلوفان، ديري ليه فواحد السربيته وهكا كتخليه في الثلاجه اليوم الثاني. بالنسبه لي انا ما عمري ما احتفظت به في المجمد، يعني كنخدم به ممكن اليوم الثاني كتعرفوا شي حاجه ديال الدار بدون مواد حافظه هكا، وكيبقى طري وكيبقى لذيذ. كنتمنى الاقتراح ديال هذا النهار اخواتي يكون نال استحسانكم، ما تبخلوش عليا بواحد اللايك للتشجيع فضلا وليس امرا اخواتي في الله. خليت لكم الراحه في امان الله، الى اقتراح اخر ان شاء الله.